السلام عليكم. ردا على تهديد ترامب بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية ووعيد سفيرته في الأمم المتحدة بقطع المساعدات الأمريكية عن أونروا حتى تعود السلطة صاغرة إلى المفاوضات مع إسرائيل، نحن نستحق قطع المساعدات، بل نحتاج إلى ذلك، لأنه لا معنى لمقاومة شعب محتل يتلقى مساعدات من شقيقة إسرائيل الكبرى. كان علينا أن نحتفظ بما تكتنزه ذاكرة عشرات آلاف الشهداء، أن شعبا يطعمه أعداؤه لا يستحق الحرية، لا أن نسحق ذاكرتهم بحوافر أرباب التسوية السياسية. كان علينا أن نتعلم من كل الشعوب التي حررت أرضها من نير الاحتلال أن أول شرط من شروط التحرر حرية رغيف الخبز. ما مصيرنا وهم يخيرون شعبنا بالغذاء مقابل السلاح أو بالرغيف الدائري الساخن مقابل قبة الصخرة الذهبية المشرفة؟ مصيرنا كما يقول قطاع كبير من الشعب أن نرضخ للشروط ونطأطئ رؤوسنا أمام بطوننا الجائعة، أليس كذلك؟ لماذا لا نعود للمربع الأول، مربع الاشتباك مع العدو، طالما أننا ما نزال في مرحلة التحرر الوطني وليس بناء الدولة؟ أم أنه كتب علينا أن تسلب إرادتنا مرة على يد شلومو وأخرى على يد عباقرة التنسيق الأمني؟ برأي كثيرين فإن القيادة التي أوصلت شعبها لهذه المرحلة تستحق الوقوف أمام عدالة المحاكم الثورية، وإلا فليبقى شعبنا تحت الاحتلال الصهيوني والوهم المسمى دولة فلسطين الموجودة فقط في خيالهم المريض. موضوعنا للنقاش في هذه الحلقة فلسطين الواقع وتحديات المستقبل، ولا سيما بعد عام مليء بالمفاجآت بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهذا الموضوع نناقشه مع ضيوفنا في الأستوديو. معنا الدكتور أحمد البرعي الباحث والأكاديمي الفلسطيني، أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد معنا في هذه الحلقة. كما سنرحب لاحقا بضيفينا الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي من مدينة غزة ومن مدينة القدس المحتلة، سينضم إلينا لاحقا الأستاذ رأفت إعليان الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. نتابع بعد مشاهدة هذا التقرير، فابقوا معنا. سيظل عام 2017 في أذهان الشعب الفلسطيني هو الأسوأ على الإطلاق بين السنوات بسبب التدهور والتدني في كافة مناحي الحياة الصحية والبيئية والإنسانية والسياسية، حيث لا يزال الحصار الإسرائيلي يفرض على قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية. المسألة الأولى، ستستمر محاولات المصالحة خلال العام القادم. واضح أنه المسألة متعثرة معقدة، وهذه ستأخذ وقت طويل، وربما يمر وقت طويل من عام 2018 حتى تتضح الأمور بهذا الملف. والملف الثاني هو طبيعة المواجهة السياسية التي فرضتها القوى العظمى الولايات المتحدة الأمريكية، ووضعت الفلسطينيين في وضع يتطلب منه أقصى درجات المواجهة. كما يرى الجميع أنه عام تجرأت فيه الولايات المتحدة على مدينة القدس بقرار ترامب الرامي إلى تحويلها إلى عاصمة للاحتلال وإصرارها على إبطال أي محاولة لإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية بالضغط على الرئيس الفلسطيني تارة وبالتهديد بمنع الدعم تارة أخرى، ما يوضح الأسباب الجلية التي لأجلها لم تتم المصالحة بعد. عام 2017 هو عام مأساوي على الشعب الفلسطيني، كانت النقطة الأخطر فيه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. عام مضى ولا يزال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نيره، لا يرى تحديا بعد القدس سواه. حصار حرم سكان قطاع غزة من أدنى مقومات الحياة من غذاء للأطفال ودواء للمرضى وحرمان لآلاف المحتاجين للسفر عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة دون ابتزاز أو تهديد بالاعتقال.
المقدمات تعطي مؤشرات سيئة لعام 2018، حيث من يبدو أن البطالة ستستمر في الارتفاع، ومن الممكن أن تصل في الربع الأول في 2018 إلى 48 إلى 50%، وهي طبعا من المعدلات السيئة. أيضا إجمالي الناتج المحلي أو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سيستمر أيضا في الانخفاض. وعلى الرغم مما سبق، فإن الشعب الفلسطيني لا يزال على ثقة بالله عز وجل بالحرية والنصر القريب، يدعمون ويساندون المقاومة الفلسطينية بكافة مكوناتها، لا يتراجعون عن خطواتهم الثابتة نحو الخلاص من الاحتلال دبلوماسيا كان أم عسكريا، وهم على يقين بأن وعد الله حق. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، مرحبا بك مرة أخرى دكتور أحمد معنا في هذه الحلقة. إذا ألقينا نظرة سريعة على العام الماضي، فقد كان عاما مليئا بالأحداث في القدس المحتلة، في غزة، في الضفة، وانتهى بقرار مأساوي بالنسبة للشعب الفلسطيني، انتهى بوعد جديد اسمه وعد ترامب. هل من حوصلة لما حدث العام الماضي؟ يعني بداية العام بدأت بتنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، الرئيس 45، وكل الناس كانوا يتوقعون أن هيلاري كلينتون هي القادمة، لكن يبدو أن هذا العالم سيشهد موجة جديدة أو موجات جديدة من الجنون اللامتناهي الذي نعيشه الآن. التراشق بينه وبين رئيس كوريا الشمالية، والتحدث عن أن لدي زر أكبر من زرك، والزر عندي أقوى وفعال. هذه اللغة وهذا الرئيس الذي جاء، عندما جاء كان الجميع متوقع بأن معظم تداعيات تنصيب ترامب كرئيس الولايات المتحدة ستكون الأسوأ على القضية الفلسطينية، وقد كانت. وأنا متوقع أن هذا شيء يعني سلبي إذا ما نظرنا له بالشكل السطحي الحقيقي، لكن إذا ما نظرت إلى يعني سلفه باراك أوباما، في الواقع أنه كان أسوأ من دونالد ترامب. منع باراك أوباما أي قانون يمر في الأمم المتحدة يجرح من كرامة إسرائيل أو يشجب أو يستنكر أي عمل تقوم به دولة الكيان الصهيوني. هذا الرجل جاء بشكل فج وواضح يتحدث على أن هناك دولة لليهود، وهذه الدولة حقهم ولا بد أن يعلن فيها، حتى أن سفيره ديفيد فريدمان إلى الأراضي الفلسطينية أو إلى الأراضي إلى دولة الكيان هو مستشاره للإفلاس. يعني هو رجل أعمال لم يكن دبلوماسيا، ومبعوثه للشرق الأوسط جيرد كوشنر هو من أكبر الداعمين إلى المستوطنات وإلى المشروع الصهيوني اليهودي في إسرائيل. نعم. حتى أن ابنته تهودت، لذلك كان كما تعلم أن الولايات المتحدة كان ينظر لها منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس على أنها الراعي لحل الدولتين المزعوم، وذلك السراب الحلم الذي صفعهم به ترامب، وأعلن في 2017 أنه ليس مع حل الدولتين إنما دولة واحدة. هذا على صعيد الأمريكا، وأما على صعيدنا الداخلي ككيان أو كدولة فلسطينية، المصالحة بين فتح وحماس كانت من في الناس يؤملون عليها كثيرا، أصيبوا بإحباط غير مسبوق الآن. الاتصالات التي تأتي من داخل قطاع غزة ومن داخل الأراضي الفلسطينية، الناس يعني يتذمرون بشكل غير مسبوق، خاصة من موقف الرئيس محمود عباس. ما يحدث الآن يدفع بأي رجل وطني بأن يرفع من تلك العقوبات التي فرضها على أبناء الشعب الفلسطيني، ليس فقط على أبناء حماس إنما على أبناء فتح أيضا، على أبناء الشعب الفلسطيني. هذه الإجراءات التي يقوم بها لن تؤدي بنا أمام أي مجتمع سواء العربي أو الإسلامي أن يكون لنا تلك القوة وذلك الزخم، أن نطالب المجتمع العربي والإسلامي والدولي أن يقدم الدعم لنا كفلسطينيين، في حين أننا أو كممثل للسلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يعاقب الشعب الفلسطيني لا لشيء إلا لأنها مناكفات سياسية. حركة حماس في قطاع غزة عبرت أكثر من مرة عن استعدادها لتقديم كل التنازلات، والتنازلات مؤلمة من أجل أن تحل هذه القضية، إلا أنه يبدو الطرف الآخر المتمثل في حركة فتح والمنظمة لا يلقون لذلك أي بال. نعم، دعني أرحب بالدكتور حسام الدجاني الكاتب والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من غزة. دكتور مرحبا بك معنا. مساء الخير لك ولضيفك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك دكتور.
دكتور، نحن نحاول من خلال هذه الإطلالة على عام سابق وعام قادم، أو نحن في عام جديد الآن، أن نتدارس سويا أبرز المحطات السابقة، وفي ضوئها ما الذي نتوقعه من مستقبل للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، ولا سيما أننا الآن أمام تنكر أمريكي يعني هو غريب من نوعه في الحقيقة، حتى أن آخر تغريدات الرئيس ترامب كانت ليلة أمس، يعني بعد منتصف الليل، عندما قال سنوقف المساعدات حتى نفرض عليهم أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات، وسبقته السفيرة في الأمم المتحدة. كيف تقرأ هذا المشهد دكتور؟ يعني أعتقد أن عام 2017 يمكن هو من أهم الأعوام التي عاشها الشعب الفلسطيني، كون الخارطة السياسية بدأت تتضح بشكل كبير وبشكل في كل المسارات وفي كل الاتجاهات. عام 2017 أخي يونس شهد اجتماع اللجنة التحضيرية لمنظمة التحرير حتى يختتم العام وندخل عام 2018، لنرى أن إرادة إصلاح منظمة التحرير غائبة، وأنه لا يمكن، وأن هناك يبدو قرارا إقليميا وفلسطينيا بعدم إصلاح المنظمة وإدخال حماس والجهاد الإسلامي. وهذا يعطينا مؤشرات أن عام 2018 قد تكون المصالحة متعسرة، لا سيما في مسألة ملف منظمة التحرير. عام 2017 شهد في أول أيار مايو 2017 الوثيقة السياسية لحركة حماس، والتي عبرت عن براغماتية ملحوظة الحركة من خلالها، ولكن اتضح أن ترامب وإسرائيل لا يحترموا إلا القوة، ولا يحترموا أي لغة ناعمة، ولا يمكن أن تقدم الدول لحماس أو أن تستوعب الدول حركة حماس حتى لو قدمت أصابع من ذهب. ما يراد من حماس هو خلع ثوبها المقاوم وتسليم سلاحها وأنفاقها، وهذا يعطينا مؤشر على اتجاه أن العلاقات الدولية لحركة حماس. عام 2017 شهد جهود المصالحة، أو كما اصطلح عليه هجوم المصالحة، وللأسف الشديد حتى اللحظة لم يتحقق من المصالحة سوى خطوات وحب من طرف واحد من قبل حركة حماس، بينما العقوبات تضرب في عضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في هذا الوقت الحساس الذي كان ينبغي أن ترفع العقوبات عن غزة حتى تستطيع غزة أن تواجه أي سيناريو أو احتمال، وأن تدخل المعادلة النضالية كما عودت الشعب الفلسطيني غزة بتضحياتها وقوة تأثيرها. عام 2017 شهد القرار المشؤوم لترامب، ولكن من حسن حظنا أنه شهد هذا القرار، لأننا كما قال ضيفك الكريم، الرؤساء السابقون منذ 67 ولا اليوم هم يختلفون من حيث الشكل ولا يختلفون من حيث المضمون. كانوا دائما يخدعون الفلسطينيون ويخدعون زعماء العالم بأن اللغة الدبلوماسية تمرر، وأنهم هم من دعاة السلام ودعاة ورعاة حل الدولتين. اليوم جاء ترامب ليكشف الحقيقة وليقول لنا أنه لا يمكن أن تقبل إسرائيل بأي حل دولتين. إسرائيل تريد أن تفصل الشرق عن الغرب ضمن مشروع حضاري بوجود إسرائيل، وبذلك لا يمكن لكل من يراهن على العملية السياسية وعلى اللغة البراغماتية، وبذلك كأن الكل يقول، وكأن ترامب دفع الجميع يقول، أنه الآن حان وقت تراكم القوة ومراكمة القوة، ليس فقط في فلسطين بل في كل مكان، من أجل مواجهة هذا المشروع الغربي الأمريكي. أعتقد أن هذا العام رسم ملامح العام 2018. تفضل أخي. يعني ملامح للأسف الشديد ليست جميلة، وأنا سوداوية خلينا نقول دكتور حسام. سأعود إليك، أرجو أن تبقى معنا دكتور أحمد. الغريب في الموضوع أو أغرب ما في الموضوع هو أن القيادة الفلسطينية تستخدم منذ ما يزيد عن 20 عام نفس الأدوات القديمة في التعاطي مع القضايا الجديدة. يعني نحن الآن كما تفضلت، هذا كلام مهم، أنه الإدارات لا تختلف، وإن بدأ ترامب يعني بالوجه الحقيقي للمسيحية الصهيونية وبالوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية، وهذا تحول جديد بالمناسبة، لكن على الرغم من ذلك نحن كشعب فلسطيني لدينا قيادة يعني مستلبة الإرادة لا تغير لا تبدل في أدواتها في التعاطي مع هذه القضايا. هل يعقل أن يكون التعاطي مع قضية جعل القدس عاصمة لدولة الاحتلال حتى هذه اللحظة بهذه الطريقة التي مرت؟ كيف تنظر إلى القيادة الفلسطينية، أداء القيادة الفلسطينية في هذا الموضوع؟ يعني هي في البداية لابد من معرفة الهدف الذي تقوى أو التي ترغب في تحقيقه هذه القيادة الفلسطينية. هل هذه القيادة الفلسطينية مثلا مثل الرئيس ياسر عرفات
المرحوم ياسر عرفات وصل قطع شوطا طويلا في المفاوضات ووصل إلى مرحلة أنه تم حجزه في المقاطعة، وفي النهاية انتهى بعملية تسميم وقتل لياسر عرفات الذي هو شريك في عملية السلام، وهو الرئيس والقائد الرمز لحركة فتح. الآن محمود عباس في هذه المناورات التي يقوم بها، حتى لو سمح إلى المظاهرات أن تخرج في الضفة الغربية، المظاهرات الشعبية السلمية، أنا لا أتخيل أنه يرغب من وراء ذلك بأن يسقط قرار ترامب أو أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بالتنازلات. لماذا؟ إنما لتحسين شروط المفاوضات. هو يريد من الشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني أن يخرج بشكل سلمي من أجل أن يخبر ترامب وأمثاله والغرب بشكل عام وماكرون في فرنسا أن الشعب لا يرغب بهذه الطريقة. هل تبقى أي معنى لاجتماعهم على طاولة واحدة؟ في ماذا سيتناقشون؟ لا أعرف يعني. يعني هذا الخيار الاستراتيجي الذي اتخذه محمود عباس. أنا مشكلتي أن مفاوضات لأجل المفاوضات. نعم. لأنه إذا نظرنا إلى هو يريد ثورة شعبية، هو يريد مقاومة شعبية بعيدا عن السلاح واستخدام والبراغماتية التي تحدث عنها صابع رقات ليلا نهار. إذا كان هذا هو الطريق، أنا بالنسبة لي أعتقد أن BDS البويكوت divestment and sanction حملة المقاطعة الأكاديمية من أقوى وأنجع التي ضربت في عض المجتمع الصهيوني والكيان الإسرائيلي أكثر من كل قرارات الأمم المتحدة واليونسكو. محمود عباس يقاطعها ولا يدعمها ولا يقف بجانبها، وهي من أرقى المقاطعات ومن أقوى الحملات الشعبية، المقاومة الشعبية. الآن الذي يحدث، ما الذي يحدث في الضفة الغربية؟ ترى المستوطنين يهجمون ويقتحمون البيوت ويعتقلون، وسيارات الشرطة تمر من أمام الأطفال وهم يعتقلون. في عهد التميمي يتم اعتقالها أمام العالم كله. لماذا لا توظف؟ أين هي أذرع المنظمة وأذرع السلطة الفلسطينية في الحديث عن مثل هذه؟ يعني نحن لا نتحدث عن صواريخ تطلق من غزة، ولا نتحدث عن مقاومة بالسكين أو مقاومة شرسة أو عنف متبادل. هي مقاومة شعبية، بنت ورجل معاق إبراهيم أبو ثريا في غزة يقتل أمام العالم كله. لماذا لا يوظفونها؟ إذن أنا لا أرى أن الهدف بالنسبة لمنظمة التحرير وللسلطة الفلسطينية هو إما إسقاط قرار ترامب، هذا ليس موجود، أو أن هو فقط يريد أن يحسن شروط المفاوضات مع إسرائيل. أشكرك دكتور. دكتور حسام، إذن لا وحدة حقيقية على أرض الواقع للشعب الفلسطيني أو للفصائل الفلسطينية، حتى ولو شاركت حماس والجهاد في الجلسة القادمة في منتصف هذا الشهر، لا تغيير في قواعد أدوات القيادة الفلسطينية التي تعمل عليها منذ عقود من الزمن، لا أمل لدى الشعب الفلسطيني بأنها صادقة في التعاطي مع هذه القضية، تهديدات أمريكية صريحة وواضحة، وتنكر صهيوني يعني، وقرارات مضادة. يعني نحن رأينا ماذا قرر الكنيست في مشروع القانون وماذا قال الليكود. السؤال الآن، إلى أين تأخذ بنا هذه المرحلة في ظل هذه المخاطر؟ بكل صراحة أخي يونس، مرحلة تعبر عن حالة عجز فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي. يعني هناك عجز حقيقي نتعرض له نحن كفلسطينيون للأسف الشديد، في ظل وحتى ربما لو سألت سؤال، وأنا عم أصدق سؤال يطرح المواطن، لماذا لم تكن انتفاضة القدس يعني بوزن قرار ترامب؟ وأعتقد أن كل هذه الأفعال التي قدرتها مؤسسات الدراسات أو مراكز الدراسات الأمريكية كانت تتكلم عن زوبعة في فنجان. كل ذلك سببه أن هناك فجوة بين القيادة الفلسطينية وبين الشارع وبين الجمهور. لماذا هذه الفجوة؟ إشكالية ومعضلة حقيقية اسمها أزمة نظام سياسي فلسطيني. نحن نتكلم عن مجلس مركزي سيعقد يوم 14 و15 يناير من العام الجاري. ما هو المجلس المركزي؟ أول شيء حسب المادة 3 قراراته ليست له قرارات، هو يصدر توصيات. التوصيات تذهب للجنة التنفيذية. من هم أعضاء اللجنة التنفيذية؟ هم أصحاب جماعات مصالح لا يعبروا عن المزاج الفلسطيني بشكل كامل. للأسف الشديد، وأنا أتكلم هنا بصراحة، وهناك تجربة سابقة، تم إيقاف التنسيق الأمني، توصية بإيقاف التنسيق الأمني من المجلس المركزي، التنفيذية اتخذت الخطوة، الأجهزة الأمنية لم تنفذ ولم تطبق واستمر التنسيق الأمني. وبذلك لماذا يعني هذا الاجتماع؟ هل سيصدر قرارات بوزن الحدث؟ أنا أشك في ذلك، أتمنى أن أكون مخطئ، حتى أقول لحماس والجهاد الإسلامي إذا أردتم أن تشاركوا
ينبغي أن تكون الأجندة واضحة وجدول الأعمال واضح. وهنا أخص قناتكم أن الدعوة وصلت لحماس والجهاد ولكن لم يصل جدول الأعمال، وكأن المطلوب من حماس والجهاد أن تكون شاهد زور ومنح لشرعية سياسية جديدة لرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية ولمخرجات المجلس المركزي. ثانيا، كيف ستشارك حماس والعقوبات تقتل في أهلنا في قطاع غزة؟ وهنا أقول بكل صراحة، المواطن البشر أهم من الحجر. ربما ما يعانيه المواطن الفلسطيني من حصار في قطاع غزة أهم من القدس الآن. وبذلك ينبغي أن يكون قرار حماس والجهاد واضح، لن لا مشاركة إلا بعد رفع العقوبات والإجراءات الظالمة عن غزة، وأيضا وضوح جدول الأعمال، أو أن يكون هناك مقاطعة لهذه الجلسة أيا كانت عناوينها وأهميتها. من اتخذ قرار أوسلو فليتراجع عن أوسلو، وبعد التراجع تدعمه حماس والجهاد. على ذكر أوسلو دكتور حسام، هل تتوقع بالفعل أن يكون هذا مطروحا على طاولة النقاش؟ لأنه دكتور أوسلو سقط أخي يونس، أوسلو سقط منذ اللحظة الأولى التي أعلن ترامب وأعلن نتنياهو وسن الكنيست وسن مركز الليكود القرارات الأخيرة، ومنذ اللحظة الأولى التي الاستيطان التهم كل الأرض الفلسطينية والحصار على قطاع غزة وهدم المطار وقصف المنازل، لم يعد لأوسلو أي مقام وأي قيمة. لا يوجد أوسلو، وبذلك أي إعلان من قبل السلطة هو فقط يعني تأكيد مؤكد هو سقط وإسرائيل أسقطته. وبذلك يعني ما حدش يحمل حد جميلة بأنه والله بدنا نسقط أوسلو، ما أوسلو سقط. يجب الإعلان عن فشل مشروع التسوية، وأن يكون هناك يعني دعم للحراك حتى يقتنع المواطن. ينبغي أن يكون تفكيك لجماعات المصالح، أن يكون هناك دعم حقيقي من فتح ومن كل الفصائل للحراك على الأرض، وأيضا أن تكون العملية السياسية والدبلوماسية ضمن الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي يضم كل الأمناء العامون للفصائل. لا يعقل أن يبقى رئيس أبو مازن ينفرد بالقرار السياسي ويمرر كل ما يريده، وفقط يريد من الفصائل الأخرى ديكور. ذهب إلى الأمم المتحدة، لم يتصل اتصال واحد بحماس أو بالجهاد. ذهب إلى العديد من اتخذ العديد من الخطوات ولم يتصل بأحد. الآن يريد حماس والجهاد، على حماس والجهاد أن تكون حذرة جدا من هذه الدعوة. أنا مع المشاركة ولكن بوضوح الأهداف وبوضوح الرؤى، وأن ترفع العقوبات. لا يعقل أن يموت المواطن في غزة ونقول والله نريد نقاوم الاحتلال. الأهم الآن أن ننقذ غزة من هذه الكارثة حتى تتفرغ غزة، بالإضافة إلى القدس، بالإضافة إلى الضفة الغربية، لمقارعة الاحتلال ورفع فاتورة قرار ترامب، حتى تصبح إسرائيل هي التي تبحث عن إلغاء قرار ترامب وليس نحن. أشكرك جزيلا دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة للحديث بقية بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. دكتور أحمد، ما الذي يؤثر فعليا على دولة الاحتلال وعلينا بكل تأكيد أن نلجأ إليه في هذه المرحلة؟ دعنا من كل ما يقال، في الحقيقة هذا الكلام السياسي الكيان يعرف النتائج التي ستصدر من اللجنة المركزية قبل أن تجتمع، ويعرف المواقف العربية قبل أن يجتمع العرب والإسلامية كذلك كما حصل في القمة في إسطنبول. ما الذي يمكن أن يؤثر على أرض الواقع؟ أولا لابد أن نعرف التحديات حقيقة التي نواجهها الآن. الاحتلال الصهيوني في أفظع صوره ويتبجح بشكل غير مسبوق. نعم. يعني بعد أن أقر قرار القدس بأنه لا يمكن المفاوضات ولا يمكن أن تكون القدس مطروحة على طاولة المفاوضات ولا يمكن أن نقبل بذلك، أيضا موضوع تهجير العرب والفلسطينيين في منطقة القدس وفي مدينة القدس إلى مناطق ثانية يتحدثون عنها في الكنيست بشكل وقح وبشكل غير مسبوق. هذا لأن واحد، هم احتلوا معظم العواصم العربية، العمق العربي والإسلامي ضعيف بشكل
غير مسبوق. هذا واحد. اثنين، المجتمع الدولي صامت صمت رهيب. الوسيط الذي كان يسمى وسيط عملية السلام الآن أصبح طرفا في الصراع. لذلك هذا العدو متيقن تمام اليقين أن الجبهة التي تواجهه ضعيفة ومفككة وهشة، وأنه في فترته الذهبية لكي يحقق إنجازاته. الآن نحن كفلسطينيين ما الذي يجب أن نقوم به؟ المشكلة أن أيضا نتحدث عن أمور، أنا لا أريد أن نتحدث في عموميات ولا نتحدث في طوباوية والمدينة الفاضلة. يعني إذا أردنا أن نسقط أوسلو لابد أن نقدم خيارات. يعني أعلننا مثلا الآن في عندنا 75,000 موظف، هؤلاء الموظفون يتحدثون، هو عنده راتبه أهم من القدس وأهم من كل شيء. 50,000 موظف في قطاع غزة لحركة حماس، هؤلاء يحتاجون أن يجدوا لقمة عيش لأبنائهم. نحن الآن نتحدث عن القدس، طبعا القدس ليست فقط للفلسطينيين وليست فقط لأهل غزة، وليس مطلوب من غزة وحدها أن تدفع هذه الضريبة. نعم، لابد على المجتمع العالمي الإسلامي والعربي أن يعرف أن هذه، ولابد لهذه الشعوب المكلومة التي تعاني من ويلات الحروب والصراعات الداخلية أن تتضح بوصلتها وأن تعيد توجيه البوصلة مرة أخرى إلى القضية الفلسطينية وإلى المسجد الأقصى وإلى قضية القدس. هذا في البداية لابد أن نعمل في كل الأصعدة كفلسطينيين في الخارج، كعرب ولوبيات في الخارج في أوروبا وفي كل المناطق، أن نجعل من القضية الفلسطينية مرة أخرى في الواجهة، ونستطيع ذلك ونقوم بذلك بشكل متواضع الآن، لكن من المؤكد أنه سيستمر وسيحدث هناك زخم إلى هذه القضية. الآن بالنسبة لمحمود عباس، الذي أنا من وجهة نظري أن حركة فتح ومنظمة التحرير تشكل عقبة رئيسية لأنها لا تتوافق. يعني يقدم لك كل الخيارات على الطاولة، تعال نتحدث، نحن لا نريد أن نطلق صواريخ، إذا أنت لا تحب المقاومة المسلحة لا نريد مقاومة مسلحة، دعنا نجلس نتفق على أجندة، نوسع المنطقة المشتركة بيننا في الاتفاقات. هو حتى هذا لا يريد، رفع العقوبات عن غزة، ماذا تريد؟ تسليم المعابر، سلمت المعابر، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ تسليم الوزارات، سلمت الوزارات. لماذا لا ترفع العقوبات؟ لماذا لا يسمح للكهرباء أن تعود إلى غزة؟ الآن ماذا يحدث؟ يزيدون الطين بلة في قرارات ترامب، يريد أن يقطع عن الوكالة. تعرف أن اليو أن هي الرواتب فقط، اليو أن والمنظمات الدولية هي الرواتب التي تدخل إلى قطاع غزة. الآن الناس في قطاع غزة في توتر، لا كهرباء، لا ماء، لا معاشات، تنظر إلى مواقع التواصل. نحن في أزمة كبيرة أيضاً، يعني في أزمة كبيرة، أزمة ضخمة جدا. دعني رحب، نعم، أقل شيء أن نتفق ونلتقي، أقل من أضعف الإيمان. تمام، أشكرك دكتور أحمد، وأرحب معنا الآن أستاذ رأفت عليان الناطق أو المتحدث باسم حركة فتح في مدينة القدس المحتلة. مرحبا بك معنا أستاذ رأفت. الخير، مساء الخيرات أستاذ رأفت. نحن في أزمة كبيرة، وهذه الأزمة تتفاقم يوما بعد آخر بعد قرار ترامب الأخير وما لحقه من قرارات الكنيسة الصهيوني ومشاريع قوانين وكذلك إجماع للليكود بضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل. كل ما تعرفه وأكثر من ذلك هو عجزنا عن إدارة هذه الأزمة على النحو المطلوب من خلال وحدة فلسطينية حقيقية، من خلال أداء فلسطيني يشعر العدو الصهيوني أنه أمام شعب لا يمكن أن يتنازل عن حقه، وليس أمام صراع إرادات، برامج متفاوتة هنا وهناك، قيادة فلسطينية تقاتل على أكثر من جبهة لكنها على أرض الواقع للأسف ضعيفة بالتهديد الأمريكي والوعيد الذي سمعناه في الأيام الماضية. كيف تقرأ المشهد من موقعك كابن لمدينة القدس ومتحدث باسم حركة فتح؟ يعني بداية، هذه الأزمة ليست جديدة على الشعب الفلسطيني منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، وهنالك قرارات تهويدية تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو. نحن قلنا في أكثر من محطة أن معركة القدس ليست معركة فلسطينية فحسب، هذه معركة عربية، معركة إسلامية بامتياز. هناك قمم عربية وهناك مؤتمرات إسلامية عقدت من أجل القدس، وكانت قراراتها حبرا على الورق في اللحظة التي كان الشعب الفلسطيني يقدم الدماء على الأرض. لهذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لا يجوز أن تترك القيادة الفلسطينية وحدها، وهذا لا يعفي القيادة الفلسطينية من واجباتها اتجاه القضية الفلسطينية. نحن من قلنا للولايات المتحدة الأمريكية لا في أكثر من محطة، وأنتم كلكم تعرفون الضغط التي تعرضت له القيادة الفلسطينية سواء على مستوى إقليمي أو على مستوى دولي، في علاقاتنا مع تركيا مثلا، في علاقاتنا مع إيران، في علاقاتنا مع دول الجوار. نعم. حاولنا أن نتزن
في ظل الأزمة السياسية العربية والشرق أوسطية، في ظل كثرة المحاور وتعدد المحاور العربية وتعدد المحاور الإسلامية، ولكن على العرب والمسلمين أن يدركوا جيدا أن هذه المحطة لا يجوز لها أن تبقى قرارات رفض على ورق، يجب لكن أن هناك تترجم هذه القرارات. هناك رأي وجيه يقول أن لدى الفلسطينيين أسلحة كثيرة وأدوات كثيرة يمكن الاعتماد عليها، لديهم شعب يعني يقدم التضحيات، لديهم أو في أيدينا كقيادة فلسطينية وسلطة فلسطينية التلويح بوقف التنسيق الأمني، التهديد بسحب الاعتراف بأوسلو، وأدوات أخرى كثيرة، مقاومة شعبية سلمية ووحدة فلسطينية حقيقية تقول للاحتلال بأننا شعب واحد وإرادة واحدة، فتح النوافذ أمام مشاركة حماس والجهاد الإسلامي في المنظمة والانتخابات إلى آخره. كل هذا لم يحصل حتى اللحظة. صحيح صحيح، نحن لدينا أزمة داخلية، هنالك أزمة على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى العربي. على المستوى الفلسطيني يجب أن نلملم صفوفنا بشكل جيد، أن ننهي غيمة الانقسام الفلسطيني التي ألمت بالشعب الفلسطيني، وهذه مسؤولية الطرفان، مسؤولية فتح ومسؤولية حماس، لا نعفي أحد من هذه المسؤولية. نحن أمام منعطف تاريخي، وبالمناسبة هنالك اجتماع كان لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية في القاهرة في عام 2011، وتم وضع رؤية في آلية المقاومة، واتفقنا على أن المرحلة تتطلب مقاومة شعبية. حتى اللحظة لا يوجد تفعيل لهذه المقاومة الشعبية. الشعب الفلسطيني وحده في المعركة، والفصائل عاجزة عن تشكيل إدارة لهذه الأزمة، عن تشكيل مجلس يدير الأزمة الميدانية ويدير العمل الميداني. هنالك تقاعس واضح من الفصائل الفلسطينية، وهذا مطلب فلسطيني مقدسي بامتياز. وقلنا لهم أن في عام 2017 استطاع المقدسيون وحدهم أن يشكلوا نموذجا نضاليا يحتذى به في وقفتهم أمام القرار الإسرائيلي بوضع بوابات إلكترونية، واستطعنا أن نكسر الإرادة الأمريكية الإسرائيلية بأن نرفض هذا القرار بمقاومة شعبية باعتصام برباط على أبواب المسجد الأقصى المبارك. وقلنا لقيادتنا السياسية على مستوى الفصائل وعلى مستوى القيادة السياسية أن احتدوا بحضو المقدسيين الذين لملموا جراحهم والذين كانت خلافاتهم جانبا، واتحد كافة الفصائل واتحدوا كافة الفصائل الوطنية والإسلامية وأبناء الشعب الفلسطيني، وأنهوا موضوع البوابات الإلكترونية. تعالوا نتفق على آلية المرحلة القادمة. نحن حتى اللحظة ترامب أعلن عن القدس عاصمة لإسرائيل، وما زلنا نتحدث عن إمكانية الحكومة أنها تمكنت أو لم تتمكن عن الكهرباء عن معبر رفح، ما زلنا نخوض بتفاصيل، والموضوع والمشروع الفلسطيني أصبح في مهب الريح. لهذا المطلوب على المستوى الفلسطيني أن تتحمل القيادة الفلسطينية في فتح وحماس مسؤوليتها اتجاه هذا الشعب الفلسطيني الذي ضحى وما زال يضحي وقدم الدماء من أجل أن يرى النور وأن يرى الحرية، أن تتحمل الفصائل الوطنية والإسلامية مسؤوليتها اتجاه هذا الشعب، أن يضعوا استراتيجية ما هي المقاومة وما أساليب المقاومة، وأن تشارك كل الفصائل بوضع استراتيجية حقيقية في تشكيل لوبي وطني يقود المقاومة الشعبية على الأرض. وفي مقابل ذلك أعتقد أن هناك التزامات للقيادة السياسية مع الدول العربية وفي جامعة الدول العربية. لا تستطيع القيادة الفلسطينية، وأنا لا أبرئ أحد، ولكن لا تستطيع القيادة الفلسطينية أن تنهي أوسلو وحدها، لا تستطيع القيادة الفلسطينية أن تحل السلطة وحدها. يجب أن يكون هنالك اتفاق عربي وإسلامي، يجب أن يكون هنالك سياجا حامي من الدول العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية وللفصائل الوطنية والإسلامية في أي قرار تاريخي تستطيع القيادة الفلسطينية أن تأخذه. تمام. ولكن دون أن يكون هنالك غطاء عربي لا تستطيع وحدها أن تأخذ هذه المعركة. واضح أستاذ رأفت، أرجو أن تبقى معنا. دكتور أحمد، يعني كلام الأستاذ رأفت يعني يؤكد بأن الشعب الفلسطيني يواجه العدو الصهيوني والأمريكان في هذه المرحلة مكشوف الظهر كما يقول، يعني وحده في هذه المواجهة، هذا معروف يعني، ولذلك يجب أن يكون مستوى التحدي على قدر خطورة الموقف. يعني من قال أننا نؤمن أن العرب في ظهورنا مثلا؟ لا أحد يقتنع بذلك. لذلك يجب أن نكون نحن في موقف يليق بنا ويليق بمقدساتنا في هذه المرحلة. يعني كان على ما أقول لك أنتم مش متفقين أصلا، يعني كيف حنوقف معكم إحنا؟ صابع رقات في لقائه الأخير على قناة الجزيرة قال نحن سنطالب كل الدول العربية في ما يعرف في إطار البراغماتية السياسية بقطع أي علاقة دبلوماسية مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس، من تل أبيب إلى القدس، وأن تعترف بإسرائيل بالقدس كعاصمة لدولة الكيان. هو يقول ذلك، لكن في المقابل يعني فقط التنسيق الأمني لم يلوحوا بعصا وقف التنسيق الأمني،
لم يتوقف، لم يسمح للمظاهرات أن تخرج بشكل فعلي في الضفة الغربية، وقلت لك أنه إذا سمح لذلك ستخرج المظاهرات. يعني الأخ رأفت يتحدث عن موضوع قطاع غزة، أننا نتحدث في أمور فتح المعبر والكهرباء، وهذه أمور حياتية أساسية في أيدينا، يعني نحن لا نطلبها من إسرائيل، يعني هذه فقط باتفاق فتح وحماس، باتفاق وتنازلات مقدمة من الرئيس محمود عباس الذي قطع الرواتب عن أبناء حركة فتح، يستطيع أن يرفع هذه العقوبات عن قطاع غزة. يعني لا يمكن تعويم الموقف أن كل من فتح وحماس وأنا لا أبرئ أحد، لا، نحن نبرئ السنوار في غزة يقدم التنازلات، وهذا واضح للعيان. أنا ابن غزة وبعرف إيش اللي بيصير في غزة، أهل غزة يريدون من الجميع أن يقدم تنازلات، وخاصة محمود عباس. يعني محمود عباس لماذا حتى هذه اللحظة لا يرفع العقوبات عن قطاع غزة؟ هذا سؤال لابد من أبناء فتح أن يسألوه. أبناء فتح في قطاع غزة الذين نعرفهم وأصدقائنا على الفيسبوك يتحدثون عن ذلك، لماذا لا يرفع هذه العقوبات؟ لماذا لا تزال المعابر مغلقة عن قطاع غزة؟ لماذا لا يوجد كهرباء عن قطاع غزة؟ قطاع غزة كم شهيد قدم قطاع غزة في ثورة الأقصى؟ شو علاقة العقوبات بصمود الشعب؟ ممكن يصمد بعقوبات موجودة ولا مش هيك؟ يعني يمكن للشعب الفلسطيني في غزة أن يصمد ويواجه والعقوبات ما تزال موجودة. الشعب الفلسطيني وأهل غزة بشكل خاص مستعدون أن يأكلوا تراب غزة وأن يصمدوا، لكن أن لا يكون الحصار بأيدينا، أن يكون الحصار من قبل العدو الإسرائيلي. الناس مستعدة أن تصمد، وجابهت العدو، ورأينا آيات ورموز للشموخ لم نرها في أي من البلدان الأخرى. الشعب الفلسطيني شعب الجبارين كما يقال، لكن أن يكون هذا الظلم يقع علينا من أبناء الفلسطينيين من حركة فتح والصمت هذا الرهيب، أنا الذي يقتلني في كل هذه النقاشات أن نتحدث بسواسية عن الظالم والمظلوم. الأمور واضحة، يعني الأبيض واضح والأسود واضح، ويوجد منطقة رمادية في القضية الفلسطينية، لا يوجد. الآن في قضية المصالحة كنا نتحدث عن 10 سنوات وكان يلقى اللوم على حماس ومر على فتح، الآن أصبحت الأمور مكشوفة، تريد تمكين، تريد، إذن لابد أن تقدم نوع ما من يعني بعض التنازلات لهؤلاء الناس المظلومين في قطاع غزة. كل الناس ضدهم وتريد منا، هذا هو تشتيت الانتباه بالله. لكن العمق الاستراتيجي للمقاومة ولفلسطين هو قطاع غزة، كل هذا الذي يمارس بحقه لا يمكن بحال من الأحوال أن يخدم قضية القدس. تعيدنا إلى السؤال الجوهري دكتور أحمد، وهو موجه للأستاذ رأفت، لماذا لم تتم المصالحة حتى الآن رغم أنها تقدمت خطوات كبيرة وواثقة حتى جاءت الحجة الأخيرة للحكومة الفلسطينية بقولها أنها تريد التمكين، وعندما سئلت ما ماهية هذا التمكين لم تجب إجابة واضحة، لأن يعني تقريبا هي تسلمت معظم الأمور. لماذا لم تتمم الأطراف المصالحة أستاذ رأفت؟ يعني باختصار أنا شخصيا لا أريد أن أفتح هذا الجرح، ولكن عندما نتحدث في هذا الموضوع أنا كما أسلفت هنالك عقبة لدى الطرفان، إذا تحلل الطرفان من الارتباطات الإقليمية تتم المصالحة على الأرض. هو يتحدث عن تمكين الحكومة، هو يتحدث عن الكهرباء، هو يتحدث عن قطع الرواتب، هذا صحيح، ولكن في المقابل كيف الحكومة لا تستطيع أن تدير الأمن في قطاع غزة، أن تمارس أعمالها؟ كيف المعابر تستطيع أن تدير المعابر دون أن يكون هنالك منظومة أمنية لهذه الحكومة؟ كيف لك أن تستطيع أن تدير غزة ومن يجبي الضرائب هي حركة حماس؟ حتى اللحظة هنالك خلل واضح في آلية المصالحة، لا نعرف من وراء هذا الخلل، ولا نعرف الجهة التي تدعم وتدفع في اتجاه أن لا تتم المصالحة، ولكن نحن نقول بشكل واضح كجماهير فتحاويون وكفلسطينيون وكمقدسيون، يجب على القيادتان أن تتحمل مسؤولياتهم، يجب أن تسلم غزة إلى الشرعية الفلسطينية، يجب أن نجلس على طاولة بكل صراحة نتحلل من ارتباطاتنا الإقليمية وارتباطاتنا الشبه عربية في هذا الموضوع، ونضع المصلحة الوطنية العليا أمام أعيننا. هنالك أمن ما زالت تسيطر عليها حماس في قطاع غزة، هنالك ضرائب ما زالت حماس تجبيها في قطاع غزة، لا تستطيع الحكومة والسلطة أن تمارس أعمالها في ظل أن السيادة الأمنية ما زالت بيد حركة حماس، ما زالت الضرائب بيد حركة حماس، وهنالك ممارسات يعلمها أبناء قطاع غزة فيما أقول. أما بالنسبة للتنسيق الأمني، نحن لسنا قوات لحد، ونحن من قلنا أننا نريد وقف التنسيق الأمني، ولكن التنسيق الأمني لا يعني أن هنالك أجهزة أمنية تنسق مع الاحتلال في عمليات المقاومة، هذا ليس صحيح. أولا المقاومة مفتوحة
في كافة أماكنها، في كافة مناطق التماس، ومن يدير المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، وأنا لا أزايد على أحد، هم أبناء حركة فتح، المواقع الاشتباك في رام الله، في بيت إيل، في بيت لحم، كلها أبناء حركة فتح وأبناء السلطة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني. لا يوجد تنسيق أمني في القدس، لماذا لا تهب حركة حماس والحركة الإسلامية والقوى الأخرى إلى نصرة أبناء المدينة المقدسة؟ أبناء حركة فتح هم من يتم اعتقالهم، نتحدث عن 200 من أبناء حركة فتح في المدينة المقدسة وحدها، 200 شخص تم اعتقالهم خلال أقل من 40 يوم. هنالك ثغرة واضحة في موضوع لمن نرحل أزمتنا، ولكن أزمتنا داخلية. نعم. الطرفان يتحملون المسؤولية. نعم. وعلى كل الأطراف أن تعي جيدا أن التاريخ لن يرحم أحد، وأن التاريخ سيسجل هذه المحطات بشكل جيد بلا شك. أستاذ رافت، هل تعتقد بأن هناك قرارات على مستوى الحدث ستكون في منتصف الشهر القادم في 14 والخامس عشر من كانون ثاني؟ يعني أتمنى ذلك، ولكن كما أسلفت لا تستطيع القيادة الفلسطينية ولا المجلس المركزي أن يأخذ قرارات على مستوى الحدث دون أن يكون هنالك غطاء وغلاف عربي إسلامي ضاغط. كان هنالك قمة إسلامية قبل أسابيع قليلة في تركيا، ولم ترتقي هذه القرارات، قرارات القمة، إلى حجم الحدث. لم نعلم أن هنالك دولة واحدة عربية وإسلامية سحبت سفيرها من واشنطن أو من تل أبيب، ولم نعلم أن هنالك دولة واحدة استدعت سفير لها من تل أبيب إلى عاصمتها. لم تتقدم دولة عربية أو إسلامية خطوة إلى الأمام كي تستطيع القيادة الفلسطينية أن تلحق بها. كل ما خرج عن هذه الاجتماعات وهذه القمم هو قرارات كالقرارات السابقة، قرارات ترفض ولم تترجم آلية الرفض على أرض الواقع. هنالك قمة عربية عقدت في الأردن في عام 1980، وفيها قرار واضح أن أي دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس يجب أن نقطع العلاقة مع هذه الدولة بشكل كامل. ها هي الولايات المتحدة الأمريكية نقلت سفارتها، لماذا لا يفعل هذا القرار؟ هذه أسئلة بحاجة إلى إجابات من المهمة العربية والإسلامية. لا يعقل أن تترك القيادة الفلسطينية وحدها في هذا المفترق، وأن تترك القيادة الفلسطينية وحدها في هذه المعركة. القيادة بحاجة إلى التفاف عربي وإسلامي، لأن المعركة تتعلق في القدس أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين. على المستوى الفلسطيني الجماهير الفلسطينية والشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يقدموا ما عليهم، ولكن بحاجة أيضا على المستوى الداخلي أن توحدنا هذه المعركة، أن تنهي هذا الانقسام اللعين، وأن نضع استراتيجية ونوحد مصطلحنا السياسي بشكل كامل بين فتح وحماس وكل الفصائل، ونخاطب أمتنا العربية والإسلامية بمصطلح سياسي موحد، ومن ثم نضغط على الدول العربية، وإذا كنا موحدين نستطيع أن نضغط على أمتنا العربية والإسلامية. نعم. وعلى جماهير العربية والإسلامية أن تقف إلى جانبنا في هذه المعركة، والتي هي تعتبر معركة تاريخية سيسجلها التاريخ بكافة حذافيره. أشكرك أستاذ رأفت عليان، المتحدث باسم حركة فتح في مدينة القدس المحتلة. دكتور أحمد، فهمنا من المتحدث باسم حركة فتح، ويعني هو في مستوى قيادة معين يستطيع أن يعرف ويتوقع، وقال بشكل واضح لا يتوقع أن تكون هناك قرارات على مستوى يعني مهم في اجتماع القيادة القادم. ماذا يعني لك هذا؟ يعني لا يستطيع المجلس المركزي أو منظمة التحرير، كم سنة نتحدث عن ضم أكبر فصيلين مقاومة في الأراضي الفلسطينية، حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. تحدث الدكتور حسام قبل قليل أنه تم توجيه الدعوة إلى حركة حماس وإلى حركة الجهاد، لكن الأجندة وجدول الأعمال ليست معلومة. وهو مع المشاركة وأنا مع المشاركة، لكن أن نكون على بينة، يعني لا نريد فقط أن نعطي شرعية مرة أخرى لاجتماعات مبهمة لا تخرج بأي نوع من أنواع التقدم على أرض الواقع يرتقي إلى حجم التحديات التي نواجهها. أنا أقل شيء أنا كفلسطيني يعني يتحدث عن الشرعية الفلسطينية ويتحدث عن أن حماس تجب الضرائب في قطاع غزة. يا سيدي فقط اسمح للمجلس التشريعي في الضفة الغربية أن يجتمع، افتح أبواب المجلس التشريعي، هذا منتخب وهذا شرعية فلسطينية لا يسمح به. ويتحدث عن أن أبناء حركة فتح لهم كل التقدير والاحترام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، هم أبناؤنا وإخواننا. لكن أن تتحدث أنه في 200 من أبناء حركة فتح يعتقلوا، وأن أبناء حماس والحركات المقاومة
الأخرى لا تشارك ولم تهب لنصرة القضية، قضية المسجد الأقصى وقضية القدس. يعني هذا شيء غريب ومستغرب. الأصل أننا نريد للجميع أن يتوحد، لكن هناك خطوات عملية يمكن القيام بها. الرئيس محمود عباس بشكل صريح يقف حجر عثرة أمام كل هذه. نحن مع القيادة، نحن نريد للرئيس محمود عباس عندما ذهب إلى الأمم المتحدة حركة حماس وكل الشرائح الفلسطينية وقفت معه ودعمته، ونحن نريد له أن يكون ممثلا حقيقيا للشعب الفلسطيني، لكن على الأقل أن يلتقي بنا، أن يسمع لما نريده، لا أن يطبق العقوبات على قطاع غزة ثم تريد منا أن لا نترك القيادة الفلسطينية وحدها. هو الذي يعزل قطاع غزة، وهو الذي يريد أن يتخلص من هذا الكيان السرطاني وهذا الكابوس الصعب الذي يعني يريد أن يتحكم في المعابر، يريد أن يسيطر على الأمن في قطاع غزة، وفي المقابل يضع كل هذه العقوبات ويفرض كل هذه العقوبات على أبناء قطاع غزة، ثم يريد منا أن لا نتركه وحده. الأصل أنه إذا كان ممثلا حقيقيا للشعب الفلسطيني، أولا أن يقدم بوادر حسنية، لم نرى منه بادرة واحدة كأبناء قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أن يسمح للمقاومة الشعبية الحقيقية الفعلية، حتى أن أبناء الضفة الغربية لو كانوا يرون أن مقاومتهم الشعبية ستفضي إلى حل، أنا لا أتوقع أنهم يتقاعسون. أبناء الضفة الغربية، نابلس وجنين، جبل النار، هم يعرفون معنى المقاومة وهم يعني يفتخرون يوميا. نعم. بقطاع غزة. دكتور أحمد، أخيرا في سؤال أخير، إذا لم نتوحد الآن، إذا لم نتوحد الآن، على افتراض أننا الآن في عام 1917، بلفور أعطى وعدا للصهاينة أو تصريحا بفلسطين وطنا للصهاينة، وترامب في 2017 أعطى الصهاينة وعدا بأن القدس عاصمة هذه الدولة الموحدة، إذا لم نتوحد الآن متى نتوحد؟ شوف، أنا بدي أحكي لك، أنا لا أشعر أن هناك صدق ونية حقيقية لإنهاء هذا الانقسام المرير الذي عانى منه الشعب الفلسطيني. أنا أشعر، أنا كإنسان أعيش في هذا البلد، كنت أعيش في قطاع غزة قبل 6 أعوام، أن هناك نية صدق حقيقية من طرف قطاع غزة وحركة المقاومة الإسلامية حماس بأن تطوي صفحة الانقسام البغيض. لكن في المقابل أنا لا أرى أي بادرة من طرف السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ولو بادرة حسنية لم يقدموا ذلك. هم يعودون أن الآن الساعة لن تعود إلى الوراء، وأنا أقول لك أن منذ سقوط محمد مرسي في مصر والقضية الفلسطينية في تدهور، منذ أن فقدنا النصير الحقيقي والعمق العربي الحقيقي، ونحن نعود إلى الوراء، وهذا سيستمر ما دام الوضع العربي متردي إلى هذه الدرجة. شكرا لك دكتور أحمد البرعي، الباحث والأكاديمي الفلسطيني، كما أشكر ضيفي من غزة الدكتور حسام الدجني، ومن القدس الأستاذ رأفت عليان. شاكرا فريق العمل في هذه الحلقة والمشاهدين الكرام على حسن المتابعة. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.